انت بتحمل اسم النادي الاهلي، اه وبالتالي انت يعني من الناحيتين اسم النادي الاهلي، لانه انا لما يبقى ابني في اكاديميه النادي الاهلي غير لما يبقى في اكاديميه اكس. صحيح. لما تبقى في اكاديميه النادي الاهلي الناس او اولياء الامور بيعتبروه بيلعب داخل النادي الاهلي. صحيح. ودي حقيقه، ده حقيقه. انت انا بتكلم في الجزئيه دي خارج اطار النادي الاهلي. احنا في النادي الاهلي الولد مجرد ان هو بيبقى في الاكاديميه بياخد بقى كل الشغل جوه الاكاديميه، اي حاجه بتحصل بره الاكاديميه الواحد بيحاول ان هو يحافظ على الولاد بشكل كويس، حاول يعني اولياء الامور لازم تساعدنا، ولازم ان هي يعني بيشتغلوا معانا كتله واحده، لان انا بقول لهم احنا الاثنين شركاء في الولد. بالظبط. انت ولي امر وانا يعني انا بدور على الولد المميز، وبدور على الولد اللي هو عايز يبقى كويس، وهو بيجي لك في 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 يعني في مستوى معين انت بتحاول تزود معاه لغايه ما توصل يوصل لنقطه كويسه تقدر تستفيد منه، او ان هو الولد بتحس ان هو لا خلاص بيشارك، بس انت بتحاول انت بقدر الامكان ان انت تستفيد من كل الاولاد اللي موجودين عندك. وتحاول انت القاعده عندي كبيره جدا، بقدر ان انا اشتغل في المحافظات. تحب تقول ارقام ولا مش يعني؟ لا احب ان انا يعني احتفظ بالارقام للنادي، والارقام دي على فكره ما حدش بيعرفها خالص، ارقام الاولاد، ارقام الاولاد. طبعا ما حدش بيعرفها خالص، بس هي اللي انا فاهمه ان هي اعداد كبيره الحمد لله. يعني الحمد لله احنا اكبر اكاديميه في مصر، اكبر اكاديميه في مصر. ده يعني بالارقام بقى وبالاحصائيات والكلام ده كله بقى، احنا اكبر اكاديميه في مصر فيها اشتراكات. ده بيحملنا عبء كبير جدا، بيحملنا مسؤوليه كبيره جدا. طبيعي جدا 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 وانت في الشغل بيحصل مش هتقدر ترضي كل الناس بالاعداد الكبيره طبعا، وبتحاول بقدر الامكان ان انت توصل لدرجه المثاليه في الشغل، توصل لدرجه ان انت تحافظ على اولياء الامور على ما تقدر، تحاول تحافظ على الاولاد على قد ما تقدر. طبعا